معنا من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث أحمد حرب. أحمد أهلا بك معنا، ما هي آخر التطورات الميدانية في رفح وأيضا حجم المخاوف لدى الفلسطينيين في رفح من التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن عملية عسكرية في رفح؟ نعم ضحى، يعني رفح هذه الليلة تلقت العديد من الغارات الإسرائيلية، استهدفت الطائرات الحربية 4 منازل وشقة سكنية، أسفرت عن 14 ضحية وعشرات الإصابات، والمدفعية الإسرائيلية في شرق رفح أيضا قصفت المناطق الشرقية بشكل كثيف ومركز في الساعات الماضية. الزوارق الحربية الإسرائيلية شاركت في عمليات القصف للمناطق الغربية لمدينة رفح. فيما يتعلق بالسؤال، هل هناك تخوفات؟ بطبيعة الحال هناك تخوفات في الشارع في رفح من شن هجوم عسكري إسرائيلي بري على مدينة رفح. الشارع ينتاب الخوف والقلق والرعب من أن يكون هناك عملية عسكرية، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد خيارات أمام سكان مدينة رفح والنازحين سوى انتظار توجيهات وتعليمات الجيش الإسرائيلي لعمليات إجلائهم إلى مناطق أخرى، ربما في المناطق الغربية لمدينة خان يونس ورفح أو في المناطق الوسطى. حتى هذه اللحظة هناك ضبابية في الخطط الإسرائيلية لعملية الإجلاء، ولكن هناك تعويل ضحى على ما يجري الآن من مفاوضات أو حراك في الدوحة والقاهرة ما بين حماس وإسرائيل فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية مؤقتة ربما تجمد العملية العسكرية في رفح. وهناك أيضا موقف مصري وموقف أمريكي من هذه العملية، لأن يجب أن تكون هناك خطط واضحة لإجلاء المدنيين وبعد ذلك تكون هناك عملية عسكرية محدودة حسب يعني الضغوطات المصرية والأمريكية الجارية على حكومة إسرائيل. وبالتالي حتى هذه اللحظة الشارع هناك تخوف وهذا قائم وصحي، ولكن لا توجد مؤشرات على الأرض بأن في القريب هناك عملية عسكرية، لا توجد تحركات على المناطق الحدودية. أي نعم أن هناك كثافة في النيران في عملية الاستهداف لمنازل وأراضي زراعية فارغة وبعض المواقع التابعة لحماس في مدينة رفح، ولكن رفح تعد من المناطق الأخرى كما باقي مناطق قطاع غزة تتعرض إلى غارات واستهدافات بين وقت وآخر. أحمد، بالأمس تابعنا معك حصار واقتحام مجمع الشفاء للمرة الثالثة، ما هي المعلومات المتاحة لديك حول ما يحدث في المجمع الآن وفي محيطه أيضا؟ يعني لليوم الثاني هناك عملية عسكرية خاصة إسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي ومحيط هذا المجمع، هناك حصار على هذا المجمع حتى هذه اللحظة، الجيش الإسرائيلي ينتشر في كل المناطق المحيطة بالمجمع، هناك استهداف لأكثر من بناية وعمارة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي، هناك اشتباكات متواصلة بين عناصر حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى والجيش الإسرائيلي في حي الرمال، هناك سلسلة من الغارات نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على حي الرمال وحي النصر وحي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ. هذه الأحياء هي محيطة وقريبة جدا من مجمع الشفاء الطبي. لا زال الجيش الإسرائيلي يفرض حصار على المجمع، اعتقل 80 شخص من داخل المجمع حتى هذه اللحظة، أجرى تحقيقات مع عدد كبير من المواطنين والنازحين والطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم، وبالتالي لا زالت العملية العسكرية مستمرة، ربما تستغرق أيام أسابيع خاصة، ونحن نتحدث أن هذه العملية هي جاءت لاغتيال فائق المبحوح وهو المسؤول والمنسق ما بين الأونروا والعشائر لإدخال المساعدات. دخلت قوة خاصة قامت بالاشتباك مع فائق المبحوح تم اغتياله، وبالتالي عملية الاشتباك التي حصلت أدت إلى تعزيز القوة الخاصة بالدبابات والأليات العسكرية ومحاصرة المجمع وتوسيع رقعة العملية العسكرية إلى أن وصلت إلى أن تستمر لأيام وأسابيع، وبالتالي الجيش الإسرائيلي سوف يستمر بالعمليات العسكرية البرية خاصة في مدينة غزة وحي الزيتون ومدينة خان يونس. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، كنت معنا من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث أحمد حرب.